السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم اصلاح باور سبلاي. باور سبلاي 12 فولت 5 امبير، ركل الباور قاطع نهائي، بالكشف الفيوز قاطع، والباور ما عملتش فيه حاجه قبل كده، وانا هفكر كل حاجه قدام الكاميرا وهنتابع. هنا فكيت الباور، كل حاجة شكلها طبيعي جدا، كل المكونات شكلها طبيعية ما عدا الفيوز. الفيوز اللي في مدخل الباور، الفيوز متفحم ومكسور من مكانه. هلغي الفيوز وهعمل مكانه فيوز جديد وهوصل فولت وهتابع. فيوز جديد نفس الفولت ونفس الامبير. هبدأ أوصل مدخل الباور 220 فولت، أوصل 220، هنا وصلت 220 فولت. إضاءة اللمبة عالية جدا، دليل على إن في قفلة في مدخل الباور. هقفل، هقيس مكونات دائرة الباور. هبدأ بدائرة التوحيد اللي في البداية في مدخل الباور. هنا الموحدات في دائرة الباور بتقيس معايا مقفل، دليل على ان كل السيليكونات فيها قافلة في دائرة الباور. هفك السيليكونات من مكانها كخطوة اولية وهتابع. هنا فكيت الموحدات في دائرة الباور، هقيس الموحدات كل واحد لوحده. هنا موحد بيقيس مقفل، وهنا موحد بيقيس مقفل، يعني قراءة مش كويسة. وهنا موحد بيقيس سليم. وهنا موحد بقيش مقفل. انا هبدل كل الموحدات في وقت واحد بنفس الفولت ونفس الامبير. موحد سيليكون نفس الفولت ونفس الامبير. بعد ما بدلت الموحدات في دائرة الباور هبدأ أوصل. حاليا وصلت، إضاءة اللمبة عالية، دليل على إن في قفلة في دائرة الباور. هقفل. في البداية الخطوة الأولى
بدلت دايرة التوحيد علشان كان في قفلة في الموحدات. بعد ما بدلت الموحدات وهنا بتأكد ان كل الموحدات بتقيس معايا سليمة، كل الموحدات بتقيس سليمة. بعد ما بدلت كل السيليكونات هقيس على المكشف، مكشف التنعيم اللي هو الخاص بالتلتمية فولت. هنا المكشف عليه قفلة، في قفلة على المكشف. علشان في قفلة على المكشف هفك ترانزستور الباور من مكانه وهقيس وهتابع. بعد ما فكيت ترانزستور الباور من مكانه هبدأ أشغل، هوصل. حاليا وصلت، وإضاءة اللمبة فتيلة، يعني ما فيش أي إضاءة نهائي بعد ما لغيت ترانزستور الباور من مكانه. فهوضح الفولت على المكشف الرئيسي في دايرة الباور. الفولت على المكشف الرئيسي في دايرة الباور 282 فولت، وعلى ترانزستور الباور الفولت موجود 282 فولت. واضح ان ترانزستور الباور عامل قفلة في دايرة الباور. هقفل، هفضي شحنة المكشف من دايرة الباور، وهقيس ترانزستور الباور لوحده. بقيت مقفل، هبدل ترانزستور الباور بواحد جديد. قبل ما ابدل ترانزستور الباور بواحد جديد هتأكد من مكونات دايرة الباور. هقيس الموحدات والسيليكونات وبعض المقاومات. هنا سيليكون موحد، هو احتمال يكون جينر دايود او موحد. وهنا موحد، ممكن يكون جينر او موحد. بقيس معايا مقفل، وهنا موحد بقيس مقفل. علشان الموحد بقيس مقفل في دايرة الباور هفك من مكانه وهقيسه لوحده. وهنا موحد تاني احتمال يكون جينر سليم، وهنا موحد تاني احتمال يكون جينر او موحد بقيس سليم. هنا اتنين موحد جنب ترانزستور الباور بقيت معايا مقفل، هفك من مكانه وهقيسه لوحده. هنا فكيت الاتنين موحد مكانهم علشان اقيسهم. هنا موحد ممكن يكون جينر، وهنا موحد ممكن يكون جينر او دايود. هقيس الموحد هنا بقيس معايا سليم، في الاتجاهين بقيس سليم. وهنا الموحد التاني هنا بقيس مقفل. هنا هفك الموحد اللي بقيس معايا مقفل، وهرجع الموحد التاني مكانه علشان بقيس سليم. خطوة مهمة جدا، لازم اتأكد من رقم الموحد اللي انا فكيته، احتمال يكون موحد اي ان او جنر. الموحد شكله على اللوحة جنر، هبدله بجنر 12 فولت. بعد ما اتأكدت من مكونات دايرة الباور هبدأ أبدل ترانزستور الباور. ترانزستور باور جديد، بعد ما بدلت ترانزستور الباور بواحد واتأكدت من كل المكونات هوصل. بعد ما وصلت الفولت قاطع، واضح ان مفيش اي فولتيات في خارج دايرة الباور. وهتأكد من الفولت اللي طالع من دايرة الباور، الفولت قاطع نهائي مفيش أي فولتيات. هقفل. أي خطوة بعملها في دايرة الباور لازم أفضي شحنة المكشف الرئيسي في دايرة الباور. واضح إن المكشف بيخزن، دليل على إن دايرة الباور مش شغالة. هبدأ أتأكد من مكونات دايرة الباور. هقيس أي شيء المجبجب، هتأكد من الفولت اللي واصل لـ IC المجبجب. هوصل.
هتأكد من تغذية المذبذب في دايرة البواب. أي سي المذبذب ممكن يكون مش شغال، وعلشان الأي سي مش شغال لازم أتأكد من تغذية المذبذب. المكشف اللي هو 50 فولت بيكون عليه فولت علشان يغذي أي سي المذبذب. هتأكد من وجود الفولت على المكشف. أوصل، هتأكد من الفولت. هنا الفولت على المكشف الرئيسي 287 فولت، والفولت على المكشف التنعيم اللي بيغذي أي سي المذبذب الفولت مش موجود. هتأكد من المقاومتين اللي بيغذي أي سي المذبذب. هنا مقاومتين متوصلين على التوالي. الفولت على أول مقاومة موجود 288 فولت، وعلى خارج أول مقاومة 142 فولت، وعلى المقاومة التانية الفولت قاطع. علشان الفولت قاطع على المقاومة التانية احتمال يكون المقاومة عطلانة أو أي سي المذبذب في قفلة أو في قفلة في دايرة البواب. هقفل وأفضي شحنة المكشف وهفك أي سي المذبذب من مكانه. احتمال يكون عامل قفلة. أي سي المذبذب فكيته من مكانه، وهبدأ أشغل البوا بدون أي سي. أتأكد من الفولت على أي سي المذبذب. الفولت على المكشف الفولت موجود 466 فولت. هنا بعد ما فكيت الأي سي الفولت موجود 66 فولت، يعني الأي سي عامل قفلة في دايرة البواب. المذبذب مش شغال. هبدل الاي سي باي سي جديد وهتابع. اي سي نفس الرقم، بعد ما بدلت اي سي المذبذب في دايرة البواب باي سي جديد هبدأ أقيس الفولت المغذي للأي سي. أوصل، هقيس الفولت المغذي للأي سي المذبذب في دايرة البواب. الفولت على مكشف التنعيم 12 فولت بعد ما بدلت الأي سي، وحاليا الأي سي الجديد شغال معايا والفولت عليه 12 فولت. وهوضح البواب. الليد اشتغل معايا تمام بعد ما بدلت الأي سي ودايرة البواب اشتغلت. وهوضح الفولت اللي طالع من دايرة الباور. الفولت موجود 11 فولت. هزود الفولت من مفتاح الباور علشان الفولت يبقى 12 فولت. حاليا الفولت 12 فولت بعد ما ظبطت البوت من دايرة الباور. اتمنى ان اكون وضحت للجميع عطل الباور. ولو عجبك الفيديو يبقى انزل تحت الفيديو واعمل لايك واعمل تعليق. وتحياتي للجميع، والى اللقاء في عطل جديد.